أعلن نادي ريال مدريد قائمته لخوض مباراة كأس السوبر الأوروبي ضد مانشستر يونايتد والمقررة الثلاثاء، وشهدت القائمة ظهور اسم كريستيانو رونالدو الذي غاب عن كل المباريات الإعدادية للفريق بعد أن انضم متأخرا للتدريبات بسبب حصوله على عطلة إضافية لمشاركته مع منتخب بلاده البرتغال في كأس القارات. كما ضمت القائمة ثيو هرنانديز المنضم حديثا من أتلتيكو مدريد، وكذلك داني ثيبايوس الذي تعاقد معه النادي قادما من ريال بيتيس. أعلن نادي نيس الفرنسي على موقعه الرسمي توصله لاتفاق مبدئي مع صانع الألعاب الهولندي المخضرم فيسلي شنايدر لتعزيز صفوف الفريق الفرنسي. وبحسب موقع النادي فإن الدولي الهولندي وصل إلى نيس بعد ظهر الأحد تمهيدا لانتقاله، حيث من المتوقع أن يوقع عقدا لمدة سنة واحدة بعد اجتيازه الفحص الطبي الروتيني اليوم الاثنين. توج ترجي الرياضي التونسي بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم بفوز على الفيصل الأردني بثلاثة أهداف لاثنين بعد التمديد. الوقت الأصلي انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما قبل أن يحتكم الفريقان لشوطين إضافيين ويحسم الترجي المباراة لصالحه محرزا اللقب للمرة الثالثة في تاريخه. هذه نشرة